يعني جات بطريقة جميلة، وإن شاء الله تعدي كلها بنفس النسق ده. نحمد الله على توفيقه ونسأل الله إنه يوفق كل العيال وكل الطلاب ويديهم الصحة والعافية. معكم مهند من المجلس الأفريقي. الحمد لله الحمد لله إن الامتحان جاء كويس في اللجنتين، وكانت اللجنة مهيئة وإنه حلينا كويس وكل الطلاب قالوا الامتحانات كويس، وشكرا لقناة النيل الأزرق إنها جات استضافتنا. زمان سامي، والامتحان كان سهل جدا، وشكرا شكرا للأستاذات والأساتذة كلهم، المعلمين والمعلمات، شكرا للمديرة. أنا علي النور عجبنا من مجلس من المدرسة المجلس الأفريقي. والله الحمد لله الامتحانات جات سهلة وكويسة، وشكرا للأساتذة ما قصروا معانا، وشكرا لقناة النيل الأزرق بإضافتنا. ترحيبنا وشكرنا للبعثة الإعلامية جمهورية السودان الديمقراطية، متمثلة في تلفزيون السودان القومي وتلفزيون قناة النيل الأزرق، على الحضور المشرف، الحضور الأنيق لتغطية أحداث امتحان شهادة الأساس 2021. حقيقة كانت ضربة البداية لأعمال امتحان شهادة الأساس يوم الأحد الموافق 6/6/2021 بمادة اللغة الإنجليزية، وكان حضورا معنا في مركز مدرسة السفارة السودانية القاهرة الأخ سعادة سفير جمهورية السودان، كان حضورا بيننا، وكان يعني غرع جرس البداية، ثم كان حضورا أنيقا بيننا أيضا المستشار الثقافي. اليوم الأحد الموافق 6 يونيو بمدرسة أمير الشعراء بالجيزة، الجلسة الأولى لامتحانات شهادة الأساس بمركز المدرسة السودانية، والذي بدأ العمل له في الترتيب وفقا لقرار السيد السفير محمد الياس سفير السودان بالقاهرة، والذي أصدر قرارا بموجبه بتشكيل لجنة عليا لعقد امتحانات شهادة الأساس والثانوية بمركز امتحانات القاهرة، بالقاهرة مركزي المدرسة السودانية ومركز المجلس الأفريقي. جلسة بمركز المدرسة السودانية 2146 تلميذ وتلميذة، ومركز المجلس الأفريقي 394 تلميذ وتلميذة.